انا عايز استاذنكم في حاجه. انت واقف كده لا بيك ولا عليك، وفجاه تلقى نفسك في حته ورطه لا يمكن تتخيلها. الاخ محمد عبد الجواد اهو. شكرا. استاذنكم بقى نبص بس بس في حاجه. علوان 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 مين؟ علوان الغالي. غالي مين؟ علوان حبيبي. مين علوان ده؟ بقالنا سنتين بندور عليه. بتدور على مين؟ ابوسك في دماغك. ابوس مين؟ ابوسك في خدك. خد مين؟ يا علوان يا غالي. علوان مين؟ يا غالي يا ابننا يا حبيبي. ابنك؟ توبتنا ودوبتنا لف عليه. علينا فين؟ ابوس دماغك. علينا فين؟ ابوس دماغك. انت جيت مصر اتنكرت لنا خالص. انا معرفكوش. ما تعرفش مين؟ تعرفش امك حبيبتك؟ ام مين حبيبي؟ علوان. ام مين؟ علوان ولد. ام مين؟ ولد. ما تزقش امك كده. ايه ما تزقهاش عيب. طب بشرة الحلوة دي القمر اللي انت خطبتها؟ طبعا عمري ما شفتها دي. بشرة؟ بشرة مين دي؟ بشرة القمر اللي انت كنت تقول احب هموت فيها يا عم. بشرة نفسيها. انا معرفهاش. ما تعرفهاش؟ لا ما اعرفهاش. تعرفش خالك عبد ودود؟ خالي مين وبتاع مين؟ اخص عليه. انا اعرفك ولا اعرفه؟ انا اعرفها. تعرف مين؟ ما اعرفكوش. ما تعرفش بشرة؟ بشرة مين وام مين وخالي مين؟ يا غالي يا قمر انت. قمر مين دي؟ دي اللي كنت بتقول عليها حبيبة عمري. هي دي؟ دي؟ انا ما اعرفهاش. دي مين؟ احنا عيلتك يا علوان. ايه؟ احنا عيلتك. عيلتي منين انتوا؟ احنا عيلتك. عيلتي منين؟ اهلك. لا اهلي منين؟ امال اهلك فين؟ اهلي؟ ايوه. اهلي قاعدين هناك. هناك فين؟ في البيت. ما احنا اللي قاعدين في البيت. لا. هناك. امال في البيت هناك؟ اهلي ساكنين هنا في عين شمس. فين حتة؟ في عين شمس. مين دول؟ اهلي. احسن مننا؟ ايوه احسن منكم اللي مربيني. انت عندك كام سنة يا علوان؟ عندي 18 سنة. بالظبط يا علوان. ايه بالظبط؟ ايه بالظبط يا ولدي؟ بالظبط ايه يا عم الحاج؟ انت بالظبط يا غالي. انت عايزين ايه بالظبط مني؟ في ايه؟ ايه اللمه دي؟ في ايه يا عم الحاج؟ جايين بندور عليه بقالنا سنتين. بندور عليه مش لاقيين. لا بقول لك ايه، انتوا كلكم على الواد ولا ايه؟ الناس دي عايزه منك ايه يا علوان؟ علوان مين انت التاني؟ والله ايه يا ده، انا محمد. انت معاه ولا معاه؟ طب انا غلطان اللي جاي اقف جنبك. يلا ادي راجل ماشي اهو. جالي قال اسمك ايه؟ علوان. بس انا مش فيش علوان والله. اسمي محمد عبد الجواد. اسمك ايه؟ محمد عبد الجواد. طب امك ذنبها ايه؟ امي مين دي؟ يا علوان حبيبي. لا لا هواي يا ولد حبيبي. يا حاجة ابو دماغك بعيد. انا ما اعرفكوش. طب استني يا اختي. قلبي بيستخدم عليك يا ولد. ما تزقش اختي، ما تزقهاش. كل ما تزقها بتقطع في شرايين قلبي. طب انا اعمل لكم ايه؟ بتزعق ليه يا واد انت؟ انا ما اعرفكوش وجايين تتبل عليا. اخس يا علوان. اخس يا علوان. علوان مين؟ اسمي محمد عبد الجواد. طيب علوان مين؟ خلي رشوان يبوسك. بوس يا رشوان. رشوان مين ده؟ ايه ده؟ ده قريبك. ايه ده؟ خلاص يا رشوان. خلاص يا رشوان. خلاص انت مش عاجبك حد خالص من قريبك. انتوا في ايه يا جدعان؟ طيب مهران يبوسك. مهران مين؟ الصعو. خلاص خلاص يا مهران. خلاص يا مهران. خلاص يا مهران. ما تضايقوش. انا هقول لك على حاجه. انت واد كويس وطيب وابن ناس. احنا عيلتك واهلك وناسك. ليه تغضبنا منك؟ انا ما اعرفكوش والله ما اعرفكم. عايز اقول لك على كلمه سر. قول. خلصنا. عايز مني ايه؟ انت خايف ليه يا واد؟ يا واد انت صعيدي وراجل. صعيدي مين؟ انا ما اعرفكوش. عايز ايه مني؟ هقول لك على كلمه سر. قول. تحطها في عبايتك وتقفل عليها. ايه هي؟ هديك سلاح وتسافر معاي. سلاح ايه ده؟ لا اهو هوريهولك اهو. هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ ايوه. بصي بس هنصور قدام الناس. بصي بس هنصور.
عايز استأذنكم في حاجة. عايزكم تشوفوا محمد عيسى عمل معانا ايه والرعب اللي رعبه لنا واللي هو كان فيه عشان ايه حاجة خايبة قوي. اتفضل محمد عيسى اهو. واستأذنكم نبص بس نبص بس. معلش زمانها جاية يعني والاتوبيس طريق زحمة ولا حاجة. مساء الخير. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ دقيقة واحدة بس عايزاك كلمة تاني. انا بشرى. شكراني. عنوان. ازيك يا عنوان؟ عنوان ايه يا عم؟ ازيك يا عنوان؟ يا عم انا مش عنوان. وحشني يا عنوان. عنوان ايه يا عم الحاج؟ وحشني يا عنوان. ده اسمه محمد. انا مش عنوان يا عم. اسمه ايه؟ محمد. اسمه مين؟ اسمه محمد عيسى. انا عبودود. عبودود مين؟ حضرتك عايزه تعرفي انا اسمي بالكامل؟ لا انت حضرتك عايز مين؟ انا عايز علوان. انا مش علوان والله. اسمه محمد. والله العظيم ما علوان. انا خالك. ده اسمه محمد. انا خالك يا علوان. انا محمد يا عم. عايز مين؟ عايز هربت بالبلد يا علوان. هرب؟ هرب مين؟ تجيب له مصيبه. انا عايز علوان. ده علوان. ده اسمه محمد عيسى. محمد عيسى ده جوزي. اه اسمه محمد عيسى. لا انت غيرت اسمك يا علوان. لا محمد عيسى مش علوان والله العظيم. ثانيه واحده. اتفضل. اختي اهي. ايوه اللي هي امك اهي. ولدي اهي. ولدك مين يا ستي؟ يا امي. يا امي فين؟ امي يا حاجه. فين امي يا ستي؟ حرام عليكي. استنى بس يا ستي. سيبيها. استنى بس. سيبيها تبوسي. امك ماتت بقالها قد ايه؟ ماتت بقالها سنه. حماتي ماتت. باقي في حياتكم والله ما اعرف. حياتك الباقيه يا اخويا. طلعت عزينا دلوقتي. يا سيدي انا مش على عزا ولا على البتاع. انت عايز مين يا اخويا؟ انا دلوقتي عايز علوان. ده مش علوان. ده بقول لك اسمه محمد عيسى. ده علوان. ده محمد عيسى. ايش عرفني ان محمد إيه عيسى؟ انت مالك ومالنا فيه ايه؟ ايش عرفنا؟ طلع له البطاقه. الست دي بتسحب الدموع بوسيه. ولد حبيبي بوسيه. يا امي يا ستي والله ما عرفت. يا حاج يا ستي ده انا من دورك. استنى بس يا محمد. ازاي امي وانت من دوري؟ استنى يا محمد لما اشوف الموضوع. اتجوزت وهي صغيره. دي اتجوزت عندها 8 سنين. 8 سنين. اديني ورقه نعرف انت مين. طلع البطاقه يا اخويا. ايوه ورقه. طلع لهم البطاقه يعني. بطاقتك ما بنعرفوش نقرا. ما تعرفش. هخليها معايا 5 دقايق. لا يا اخوي. حد يكون بيعرف يجري. اراهنك البطاقه يا عم الحاج. اراهنك ان انت اسمك علوان. والله ما علوان. والله العظيم ما علوان. انت هربت من البلد ليه؟ انت هتجيب له مصيبه يا حاج. هربت ليه؟ والله ما هربت ولا اعرف البلد اللي بتقول عليها دي خالص. كنت عندنا في البلد. بلد ايه؟ ده اسمه محمد عيسى يا اخوي. محمد عيسى؟ ايوه. يعني انا غلطان؟ وحضرتك واسمه في البطاقه. علوان. علوان مين يا اخويا؟ وانت عامل صحيتك. مين ده؟ لا علوان يا عم. انت جايب لنا مصيبه في ايه يا حاج؟ اذا كنت هربت من البلد عشان نصيبه. انت جايب لنا مصيبه. هنخلصها لك. انا ما رحتش البلد بتاعتكم دي خالص. ما رحتش البلد خالص. ما عرفتش بلدك دي فين حته. طب بنتك الغلبانه تترمي في الشارع. انا ماليش بنات وما بخلفش. تعالى يا بشر. اهي بنتك بشر. انتوا مين؟ احنا هنخلص من امه وتطلع لنا بشره. مالها بشره؟ يعني نرميها في الشارع؟ ما ترميها ولا تولع ولا تروح في مصيبه. مش انتوا عايزين ايه؟ مش ده ابوكي. بوي امال يا ابني انت يا عم. انت ابوكي منين؟ ده انا ما بخلفش. احنا ما بنخلفش بقى لنا 30 سنه متجوزين. تقول لي لمكوا علينا. انتوا في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ في ايه؟ بقى تعالى شوف احضر. تعالى يا اخويا شوف الموضوع. ايه مين الناس دي يا عم علوان؟ علوان انت راجل. علوان مين يا اخويا؟ انت جايب مصيبه. انت جايب مصيبه. طب انا روح يا عم. انا الحق عليا. خلاص عايز اقول لك يا عم ادينا البطاقه. مفيش سر. قول اللي انت عاوز تقوله علني. عايز اقول لك سر. مفيش سر. اتفضل سامعك. عايزك تيجي معايا البلد بس تستلم مني السلاح اللي في جيبي ده. دي الليله السودا دي. ده البطاقه وخلصنا يا عم. انتوا خايفين ليه يا عم؟ دي البطاقه وخلصنا. دي ليله سودا. ده موضوع سهل خالص. سهل ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ما تخافوش. في ايه طيب؟ في ايه؟ هنوريكم كل شيء. تورينا ايه طيب؟ درة. درة؟ ايه ده؟ الله يخرب بيت الليلة السودة. درة؟ ايوه. الله يخرب بيت الليلة السودة. عشان درة. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما تحس. على فكرة اوعى تفتكر نفسك انك جامد قوي. انا اتزحلقت عشان تبقى فاهم. من الاخر. اما دلوقتي اللي كان المقلب وعمل عمايل غريبه الاستاذ امير وجدي.
ازيك يا غالي؟ علوان مين؟ ازيك يا علوان؟ علوان مين يا عم؟ ازيك يا ابني؟ الله 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 الله، ازيك يا حبيبي؟ الله الله الله، في ايه يا عم؟ ازيك يا غالي؟ غالي مين؟ يا عم تلات سنين ندور عليك. ويقصد مين؟ انت يا عم انت. انا مين يا عم؟ ايه علوان؟ علوان مين يا عم؟ يا ابني ازيك يا حبيبي؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف علوان بتاعك. وحشتني يا علوان، وحشتني يا غالي. برضك علوان يا عم. علوان مين؟ انا ما اسميش علوان، انا ما اسميش علوان. انا خالك عبو ودود. مين؟ خالك عبو ودود. ولا اعرفك. وهمك اهي. وعلوان ولد. لا لا يا ستي ما اعرفكيش يا عم. ما تقولها حاجه. لا علوان ولد ما اعرفهاش يا عم. ما تعرفش دي؟ لا ما اعرفهاش. ما تعرفش ان شلتك 9 اشهر في بطنها يا ياض؟ مين دي يا واد؟ عيب الكلام اللي بتقوله ده. ولا اعرفها. لا تعرف امك ولا تعرفني انا. امي؟ انا عبو ودود يا ياض. يا عم مش امي دي يا عم. دي مش امك؟ اه. طب دي مين؟ مالها دي؟ اوقف يا عاده. مالها؟ افتكرها دي مين؟ ومعرفهاش مين؟ بشرى يا واد، خطيبتك. خطيبتي انا؟ ايوه اهي قدامك اهي. ليه ان شاء الله؟ مالها بشرى؟ عملت ايه في حياتي عشان دي تبقى خطيبتي؟ هي ما تغلط يا واد؟ هتغلط؟ نزلت إيه؟ مصر خلاص. بوست خلاص. مصر مين يا عم؟ انا على طول عايش في مصر. في ايه؟ دي خطيبتي ديت؟ دي انا اعرفها؟ مش دي امك يا واد؟ ولا اعرف دي ولا اعرف دي ولا يا ستي ما اعرفكيش يا ستي. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ يا عم انت في ايه؟ ما اعرفكوش والله. ما اسمع علوان والله. البت دي ما حفيتش عليها؟ مين البت دي؟ دي ايوه. ليه ان شاء الله ما حفيتش عليها؟ عشان من قلة البنات؟ من قلة ايه يا عم؟ حرام عليك يا عم. يا بلا قلة حاية يا عم. ما تغلطش فينا. انا عبو ودود يا يا عم. انا لا اعرف عبو ودود ولا اعرف امي ولا اعرف مين اللي انت بتقولوا عليه ده. لميت علينا الناس اهو. لميت علينا ده يا عم. ما اعرفش ايه ده يا عم. انت في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انا عارف في ايه. الناس عايزه منك ايه يا علوان؟ في ايه؟ في علوان مين انت رخ؟ في عايزين ايه دول؟ علوان مين يا علوان؟ انا محمد. في ايه؟ قول لي بس اقف جنبك انا. قول لي الموضوع ايه؟ علوان مين يا عم الحاج؟ علوان مين؟ اتكل على الله. طب انا غلطان اللي جاي اقف على الله. اهو واحد اهو. ده ايه اللي دي؟ لا معانا ولا معاه. امال مع مين بالظبط؟ انا معرفش فيه. قال اسمك علوان يا عم. ده كداب. عايز اقول لك كلمه. كلمه مين؟ كلمه مين يعني؟ ما إيه؟ كلمه ايه يعني؟ بتاعت ايه؟ كلمه سر. سر بيني وبينك انت؟ وتحتفظ بيه جواك. في ايه يا عم؟ سر اللي احتفظ بيه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ عايز اديك حته سلاح. سلاح؟ يا نهار اسود. سلاح ايه؟ ما تخافش. سلاح ايه؟ ما تخافش، هوريك سلاح عمرك ما شفته. سلاح. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما تحس. يا استاذ امير، مسدس ميه يخلينا نسافر بنها جري؟ في كده في كده في الدنيا؟ عموما انا بشكركم جميعا، وباذن الله يا رب يبقى لنا لقاء بكره. شكرا.